بعد التظاهرات لم يكن وجه النجف كما قبلها. أيام قليلة شهدت مأساة عميقة تركت المدينة جريحة، وكأنها عراق مصغر بالمآسي. هنا السلطات تقتل المتظاهرين بدم بارد في الشوارع، وهنا أيضا يختطف المتظاهرون ويخفون، قيد أن المختلف هذه المرة أن مكان الإخفاء معلوم، سراديب في قبر محمد باقر الحكيم في النجف. عشائر المحافظة هبت لدماء أبنائها، فاعترض عدد من الشيوخ على بيان لم يتطرق لقضية المخفيين داخل قبر الحكيم في النجف. من بكرة جميع الموجودين في داخل المقر ونطالب الحكومة بدلا عن الذين حالة الغضب الشعبي تصاعدت بعد سفك الدماء البريئة على يد الميليشيات التابعة لإيران. دولة قتلة تسلطوا على هذا الشعب من دول مجاورة، وهنا الخيانة عندنا، احنا خائنين، عندنا خائنين، عملاء سراق قتلة بشر على الكرة الأرضية كلها درس بينا، رجال ونساء وأطفال وكل العالم تراهم، وكلها ضد الشعب العراقي. زين، كل العالم ضد الشعب العراقي، دماء فيها مجلس الأمين والدول الكبرى تفرد بأموالنا ودمرت. هذا العدنا شنو العدنا؟ شيوخ المحافظة أكدوا أن عناصر إيرانية داخل قبر الحكيم أطلقوا النار بكثافة على المتظاهرين، ما تسبب بسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا. اليوم أبناء النجف يقتلون بدم بارد، خرج سلميين يطالبون بحقوقهم، ينقتلون ويقتلهم شخص إيراني من داخل مرقد السيد الحكيم. شنو ذنب أبنائنا؟ شنو ذنب أبناء العراق تتشتل أبناء النجف؟ كافة العشائر ترفع راياتها وبيارخها ولا تظل ملفوفة، لو نموت لو نحصل على حقوقنا ونرد دم أولادنا. خيار الموت أو انتصار الثورة بدا جليا في إصرار شيوخ العشائر على دعم الثورة وضرورة القصاص من قتلة الشباب. نقول اليوم وغدا سوف نقتص من هذه الأوباش، من هذه اللي اجتنا من خارج الحدود، لا نعرف لهم لا مذهب ولا دين ولا حتى قومية ولا عشائرية لهم، إنهم غرباء دخلوا على بلدنا ودمروا شبابنا ودمروا اقتصادنا، وهم عملاء يشتغلون للدول خارج الحدود. شيوخ عشائر من بابل وفدوا إلى النجف دعما للمتظاهرين وتأكيدا على وحدة الدم العراقي. مظاهراتنا سلمية وإن شاء الله تتحقق المطالب. اثنين، أقول نطالب، أنا من بابل أضم صوتي إلى صوت أهل النجف، نطالب بتسليم دول القتلة اللي قتلوا شبابنا، اللي قتلوا شبابنا، فإحنا نضم صوتنا صوت بابل مع صوت أهل النجف، نطالب بتسليم القتلة ومحاسبتهم. الموقف المشرف لعشائر العراق سواء في النجف أو الناصرية أو الأنبار ليس جديداً، إذ يعيد للأذهان سردية ثورة العشرين التي كانت أنموذجاً لوحدة الشعب العراقي وإصراره على حقوقه.